مرسوم تحويل المدارس المهنية لمراكز تدريب وإنتاج انعكس بشكل كبير على الطلاب، فأصبحوا يقومون بعمل متقن ويقدمون مهارات عملية في بيئة حقيقية في المدارس المهنية بحمص. صلاحيات واسعة أعطيت للمدارس المهنية لتنفيذ مشاريع حقيقية تمكن الطالب من زيادة خبراته. قبل المرسوم كان تمارين الطلاب عبارة عن مخطط وزاري، كان الطالب ينشئ التمرين ويظل عندنا بمستودعاتنا. المرسوم فتح مجال ال 38 بأنه المنتج اللي يشكله الطالب ممكن نحن نبيعه برا بالسوق. هذا الموضوع حفز الطالب عندنا. المرسوم 38 فادنا وفاد الطلاب من جميع النواحي، كان الخبرة العملية والفائدة المادية بيعود للطالب وللمعلمين كمان بنفس الوقت المدرسي. نحن بعد رعاية السيد الرئيس بالمرسوم اللي أكرم علينا فيه، هو المرسوم 38 تحويل القطاعات المهنية إلى قطاعات منتجة ضمن الحرف والورش المهنية، زادت عنا الأمور خبرة الطالب ومناهج الطالب بالنسبة لدعمه بسوق العمل بشكل مباشر. فالطالب صار من ضمن التمارين، نحن بصف 10 حادي 10 بكالوريا، من ضمن هالتمارين هذه صار عندنا تمارين منتجي تضاهي مثلا تمارين السوق. بداية عندنا مثلا في مدرسة أيام باشا الدين وقعت اتفاقية كان بصيانة مدينة جامعية ساق منظومة طاقة شمسية كاملة بقيمة 60 مليون دولار سعودي. كان في مدرسة أيام إبراهيم قام بعقد مقاعد في الكراج الجنوبي. مساعدة أيام راشد ديوب قام بتقضية منظومة طاقة كهرباء شمسية للكراج الجنوبي بقيمة 32 مليون. هذا الأمر عاد هلا حاليا نحن عندنا هلا حاليا في طور في مشروع قادم تطبيق توقيع اتفاقية مع جامعة الباس بمنظومة كهرباء شمسية بكلية العلوم بقيمة 14 كي استطاعته بقيمة 142 مليون ما يقارب 142. فهذا مشروع كثير كويس سيعود بالفائدة كاملة على الطالب والمدرس وإدارة المدرسة. مشاريع هامة أصبحت تقدم من قبل طلاب وأساتذة الثانويات المهنية، بالإضافة للفائدة العملية عادت أيضا بالفائدة المادية، فأصبح ريع المشاريع يوزع على الطلاب والأساتذة. خلال سنتين درست بالمدرسة هون تعلمت تسوي كراسي طعام، خزن، خوتي، الطاولات، جميع الأنواع، وأنا قادر أشتغل خلال سنة وأفتح محل وأشتغل أكبر تمرين عملي. مشروع 38 هو قسم تحويل مراكز صيانة بما يعود من النفع المادي الصيانة العملية على الطلاب من كافة النواحي. المهنة فينا نصنع فيها طاولات وترابيزات ويعني شغلات أبواب ومحاول تشكيل وتحفيز، هي كمان شغلة مربحة. إيه أو ناس يعني حلوة. الانقراض في سن مبكر في سوق العمل ما يميز طلاب المدارس المهنية الذين أصبح لهم اسمهم نتيجة دقتهم في العمل والمنافسة بالأسعار. كندا الخضر لقناة سما الفضائية حمص.